منتخب الكرة يذهب يبدأ مشواره في بطولة كأس العرب بالدوحة غدا، أول مواجهة مع لبنان، ونتمنى لمنتخبنا التوفيق. ومعنا من الدوحة زميلنا أحمد عويس الناقد الرياضي. يا أحمد مساء الخير، كلمني عن الأجواء، كلمني عن استعدادات المنتخب المصري. مساء الخير يا أستاذة لميس. الأول نتكلم النهاردة كان بداية البطولة، أربع مباريات بدأت في مباراة تونس وموريتانيا وانتهت مباراة فوز تونس 5-1. المباراة الثانية كانت مباراة قوية جدا بين عمان والعراق وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. المباراة الثالثة كانت مباراة افتتاح البطولة اللي شهدت حفل افتتاح مبهر الحقيقة وانتهت بفوز المنتخب القطري 1-0. المباراة الرابعة شغالة دلوقتي والمنتخب الإماراتي متقدم بهدفين لهدف على منتخب سوريا. أجواء مونديالية جدا في البطولة، بروفة مهمة لدولة قطر قبل افتتاح كأس العالم اللي هيبدأ تقريبا في نفس الفترة العام القادم. كل حاجة بتتعمل كأنها كأس عالم، والحقيقة الفيفا كان موفق جدا في اختيار إقامة بطولة العرب، لأن في 15 منتخب عربي ليهم 15 جالية موجودة، فالبطولة هتشهد حضور جماهيري. طبعا منتخبين هم اللي بيلعبوا كانهم في بلدهم، المنتخب القطري صاحب الارض ومنظم البطوله، والمنتخب المصري اللي بكره ان شاء الله مباراته ستشهد حضور جماهيري كامل من الجماهير المصريه، وده عاده المنتخب المصري لما بيلعب في الخليج طول الوقت الفرق المصريه او المنتخب المصري بتبقى مبارياته كانها في مصر. ان شاء الله منتخبنا قادر على تحقيق الفوز وتصدر مجموعته، لانه جاي بمجموعه كبيره من النجوم، ان شاء الله يقدر يوصل لمراحل كبيره. طيب. وده سؤال يا احمد، هل احنا بننافس فعلا على اللقب؟ الحقيقه ان احنا ما كانش لينا حظ في بطوله العرب دي قبل كده غير يمكن مره واحده، هل احنا بننافس؟ ده طبعا دي تجربه مهمه قبل كاس العالم، قبل تصفيات كاس العالم، لانه وامم افريقيا، بس كاس العالم تصفيات مهمه ايضا، لانه انت عندك منتخب الجزائر، منتخب تونس، منتخب المغرب، عندك المنتخبات القويه الثقيله يعني. فانا هنا بسالك على هل احنا نبدو منافسين؟ هل الروح فيها منافسه ان احنا بننافس على اللقب؟ الحقيقه حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا، وده هو تفكير كارلوس كيروش. كارلوس كيروش بادئ الموضوع بالمقلوب، يعني هو الاهم فالاهم فالاقل اهميه بالنسبه له، الاهم هو مباريات تصفيات كاس العالم البلاي اوف اللي هتقام في مارس واللي قد نواجه فيها منتخب من الخمسه الكبار: السنغال، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا. اما الاقل بياتي اهميه بعده هي بطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتقام في الكاميرون بدايه من يناير القادم، وتاتي الاقل اهميه بطوله العرب. ولكن المنتخب المصري باسمه وتاريخه الكبير في افريقيا وفي العرب ما ينفعش يشارك في بطوله من غير ما يكون بينافس عليها، وخاصه مع الحضور الجماهيري المكثف. انا بقول لحضرتك النهارده الجماهير المصريه بتستعد بكره، وخاصة ان بكره يوم عمل، فاعتقد ان جزء كبير من الناس بتظبط مواعيدها عشان المباراه، لان المباراه الساعه 4 بتوقيت الدوحه 3 بتوقيت القاهره، فهو توقيت عمل هنا، فاعتقد ان جزء كبير قوي ظبط عمله عشان يحضر المباراه. فعشان كده بقول لحضرتك المنتخب منافس، وده واضح على استعداد كارلوس كيروش اللي قافل تماما على المنتخب المصري، مفيش حد بيدخل له، مفيش حد من البعثه المصريه الاعلاميه او الجماهير المصريه بيقدر يدخل المنتخب المصري. اجراءات صارمه جدا، التدريب بيتفتح لمده ربع ساعه بس، وفي يومين، اليوم الثالث كان مغلق ربع ساعه بس، وبيقفل بعد كده التمرين على فرقته. واعتقد انه التشكيله الاقرب للعب بكره بتضم مجموعه كبيره من النجوم قادرين على المنافسه ان شاء الله على اللقب والوصول الى ابعد النقاط وتحقيق اللقب ان لم يكن على الاقل وصول للنهائي او نصف النهائي. ان شاء الله. بشكرك احمد عويس الناقد الرياضي من الدوحه.